السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم ملف قناة داكي عليك سان بلس، عشان في ناس كثيرة جدا بتبعت لي على الخاص ازاي ننزل ملف القناة على الرسيفر. انا الرسيفر بتاعي السيناتور 3 ساعات. هو عموما اي رسيفر سان بلس معالج داكي الملف ده ان شاء الله هيقبل عليه. طبعا هنخش ازاي؟ انا طبعا حاطط الفلاشة على الرسيفر، هنخش بزرار المنيو، منيو دق عليه، هجيب لي القايمة ديت، هقلب انا لغاية ما نوصل لتحديث. وطبعا كل رسيفر وله قايمة خاصة بيه، بس يعني تقريبا يعني 70% هتلاقي ايه هو كله زي بعضه، بس في قوايم اللي هي من فوق لتحت، وفي قائم بالشكل ده في رسيفرات كتير. هنخش على كلمة تحديث، تحديث من USB اهو، عشان في الحاجات ديت دي عن طريق الانترنت. طبعا احنا هنخش على USB لان الفلاشة محطوطة. هي جابت لنا الفلاشة اهيت، ادوس عليها، هنزل اروح على الملف زي ما انا حاطه. طبعا انا حاطط ملف وعارف هو فين حته، بدور عليه على الفلاشه اهو. ادي ملف القنوات 1506G وتي واف وداكي 2507، اتكيت عليه اهوت. طبعا انا عندي في متحرك وفي نايل سات، بس طبعا انا اروح على النايل سات. هو التاريخ ده تاريخ قديم، انا عندي الاحدث ملف القناة الاحدث يعني تاريخ شهر 7. اتك عليه، انزل تحت اهوت، اتك عليه كده، ترقية قاعدة بيانات المستخدم اهو، بيتحدث اهو. كده خلص، بيعمل اعادة تشغيل وهيعيد تاني ان شاء الله وهيشتغل. بيحدث قنوات موجودة تنة ورنة وكوكي، وان شاء الله جميع القنوات ترددات الحديثة ان شاء الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.